تمضي ميليشيات الحوثي الإيرانية في مسيرتها السوداء متجاوزة حقوق المواطن والوطن، مستهدفة الكرامة والسيادة والهوية والحياة في مسلسل انتهاكاتها المروعة، قتلا واختطافا وتعذيبا ونهبا وتدميرا لحقوق أبناء الحديدة من الناس، من صدرت أملاكه الخاصة والعامة، منازلهم وكذلك سياراتهم وأراضيهم، بل وبيعات واستبيحت. يعني لم نجد في أي عرف وفي أي دين وفي أي قانون هذه المصادرة وهذا التصرف، ونحن نندد بهذا التصرف كحقوقيين. فميليشيات الحوثي ومنذ احتلالها لمحافظة الحديدة وهي مستمرة في أعمالها وانتهاكاتها اليومية في نهب ممتلكات المواطنين ومصادرة حقوقهم الخاصة والعامة، فهي لم تكتفي في نهب الوقود والكهرباء والرواتب وإيرادات ميناء الحديدة، بل عمدت إلى مصادرة المنازل والعقارات الخاصة للمواطنين الذين عارضوا انقلابها الأسود وسياستها المنافية للقيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية. ما تمارسه الميليشيات الحوثية هي سلسلة من الجرائم المتصلة منذ انقلابها في 2014 على الشرعية الدستورية وعلى الشعب اليمني وعلى مؤسسات الدولة، وما زالت في غيها تمارس الجرائم من الاغتيالات والتصفية الجسدية والسجون والاعتقالات وحرق انتفخت كروش قادة ميليشيا الحوثي الإيرانية، توسعت أرصدتهم وتعددت شركاتهم على حساب عرق أبناء الحديدة وحقوقهم المنهوبة، إذ صار لميليشيات الحوثي الإيرانية أكثر من شركة وممتلكات ومنازل وفلل وعقارات بعد أن دخلوا الحديدة قبل 7 أعوام حفاة، ليغدو أبناء الحديدة اليوم جوعى ومنكوبين ومحاصرين. بينما تسمن قادة ميليشيا الحوثي الإيرانية بعد أن لهفت وصادرت أقوات المواطنين ونهبت حقوقهم الخاصة والعامة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.